بكم في برنامج رسالة كوب 28. أنا ريا ورمال ورحب بكم. وفي عناوين هذه الحلقة: خلال فعالية يوم الطاقة في كوب 28 بمدينة إكسبو دبي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات يدعو الشركات إلى الانضمام إلى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز. تسع وثلاثون دولة تعلن في كوب 28 عن نوايا الهيدروجين لمتابعة الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات الهيدروجين. وفي المنطقة الخضراء بكوب 28 تريليون نحلة، مبادرة عالمية لحماية النحل وتعزيز التنوع البيولوجي. اليوم السادس لمؤتمر الأطراف كوب 28 في مدينة إكسبو دبي خصص لقطاع الطاقة، حيث عقدت جلسة رئيسية تحت عنوان تسريع عملية الحد من انبعاثات غاز الميثان وإزالة الكربون من النفط والغاز. وقد دعا معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المزيد من الشركات إلى الانضمام إلى ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف 28. فنحن بحاجة للجميع، إذ إننا نعيش على هذا الكوكب معا. وعمل هذه الشركات أن تنتج الطاقة، ولكن عملها أيضا أن تفكر بالانبعاثات. هنا في مؤتمر الأطراف 28 وبفضل هذه الشمولية نحن قد حققنا اختلافا كبيرا، ونحن بحاجة لمتابعة العمل. فخمسين شركة ليست كافية، فنحن بحاجة لكل مشغل ومنتج لكي يشترك معنا، ونحن بحاجة أيضا لرفع سقف الالتزامات لكي نمضي قدما. فهدفنا هو تحقيق انبعاثات غاز الميثان، التخلص من الميثان بحلول عام 2050. وفي اليوم السادس لكوب 28 أعلنت سعادة رزان لمبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ لكوب 28 عن إطلاق تحالف الصافي الصفري، والذي يركز على دور الحاسم لشركات المرافق في تحقيق صافي الصفر من خلال السياسات المبتكرة وتكامل الطاقة المتجددة. وأشارت سعادة رزان لمبارك أن التحالف نجح في استقطاب أكثر من 24 شركة تعهدت بتسريع رحلة قطاع المرافق العالمية بهدف تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 كحد أقصى. With the aim to deliver net zero emissions by 2050. ومن أبرز إعلانات اليوم في كوب 28، 39 دولة وافقت خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين على إعلان نوايا الهيدروجين لمتابعة الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات الهيدروجين. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر كوب 28 أن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهداً اليوم بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050. وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد. ويدعو التعهد الدولي إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد 68% على الأقل بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات العام 2022. وعلى هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة التابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، أطلق تقريرا خاصا حول كفاءة الطاقة. تفاصيل أكثر عن هذا التقرير مع ميس لكراد. ميس، إذن على هامش فعاليات كوب 28 تستمل الجلسات الحوارية والإعلان عن إطلاق المشاريع جلسة بعد جلسة وحوارات متجددة، وخبراء البيئة كلهم مجتمعون هنا. والآن نحن على هامش هذه الفعاليات سنلتقي مع سعادة الدكتورة نوال الحسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آرينا. مرحبا. يا مرحبا بكم، شكرا على وجودكم معنا على التفاعل القوي.
طبعا هلا في جلسه المجالس العالميه لاهداف التنميه المستدامه اعلنتم عن تقرير كفاءه الطاقه، حدثينا عن هذا الاعلان. طبعا هذا العمل جزء من مبادرات اللي هو المجالس العالمية للطاقة، هذا المجلس العالمي اللي هو مركز على كفاءة الطاقة من ضمن اللي هو الهدف رقم 7 SDG 7. مهم جدا ان احنا نركز لما نتكلم عن الطاقة ان نشوفها من ناحيتين، الانتاج الطاقة واللي هم demand side management اللي هو كيف نحن نخفف الاستهلاك. دائما كفاءة الطاقة ومثل ما يقولون الطفل المنسي في هاي المنظومة. دولة الإمارات كان دائما يعني من تركيزها كبير إنه نحن لما نشوف منظومة الطاقة نشوفها بشكل كبير، فلما رحنا إن نحاول إنه to decarbonize أو نقلل من الكربون في قطاع الطاقة ركزنا على شيئين اللي هو إنتاج الطاقة وكفاءة الطاقة. وبالتالي البارحة مثل ما سمعتوا أكيد تم من ضمن مبادرات الكوب 28 رئاسة الكوب 28 لدولة الإمارات كان عن الإعلان عن البلج العالمي لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة 3 أضعاف وزيادة كفاءة الطاقة بضعفين. فهذا طبعا كانت مبادرة كبيرة من الكوب أو رئاسة الكوب، وفي أقل من 24 ساعة صار في أكثر من 118 دولة أعلنوا أن هم راح يلتزمون بهذا الميثاق. فهذا طبعا إنجاز كبير، وهذا التقرير راح يكون خطوة من الخطوات اللي تساعد الدول والمؤسسات والمنظمات في الوصول لهذا الهدف، لأنه يعطيهم بشكل مبرمج وواضح خط طريق كيف نحن ممكن نوصل لهذا الهدف. بدوره أكد وزير المالية المصري محمد معيط على ضرورة العمل لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة وملائمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها اقتصادات دول العالم خصوصاً النامية منها، وذلك في أعقاب جائحة كوفيد-19 وما تلاها من توترات جيوسياسية. عاوزين العالم كله بيتكلم على العدالة، ما يبقاش مثلا عدد قليل من الدول مسؤولة عن 80% من المشكلة وبقية دول العالم مسؤولة عن 20%، ولكن توزيع التكلفة مش بتوزع بطريقة عادلة. فده أول جزئية. الجزئية الثانية هو أدوات التمويل، يعني إزاي أنه مع الأعباء الضخمة لعملية الأدابتيشن وعملية الميتيجيشن، يعني هنجيب تمويلها منين، خاصة في الظروف اللي بيمر بيها العالم، وخاصة أن العالم وخاصة الدول النامية والناشئة والدول في أفريقيا والمناطق الأخرى خارجة أساسا من مشكلة الكوفيد-19 والتضخم العالي، ومشكلة أيضا الآثار السلبية للحرب في أوروبا، حاليا طبعا في المنطقة العربية الحرب في غزة، كل ده مأثر سلبا على دول عديدة. وبالتالي السؤال المطروح هو ايه المساحة اللي في موازنات الدول عشان تقدر تستخدمها عشان تمول يعني تكلفة التعامل مع التغيرات المناخية. أفادت دراسة أعدها علماء من مشروع الكربون العالمي وقدمت إلى المجتمعين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي، أفادت بأنه بات حتمياً لحرارة سطح الأرض أن تتجاوز بشكل ثابت على مدى أعوام عدة عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مشيرة إلى أن احتمال حصول هذا الأمر خلال 7 سنوات فقط يبلغ 50%. ودعت دراسة الأسرة الدولية إلى التحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير، متوقعة أن تزيد في جميع أنحاء العالم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخدام الفحم والغاز والنفط لأغراض التدفئة والإنارة والنقل، وأن تسجل هذه الانبعاثات رقما قياسيا جديدا هذا العام. 1 تريليون نحلة
مبادرة عالمية فريدة من نوعها أطلقتها مدينة إكسبو دبي في كوب 28 لحماية النحل عبر زيادة الوعي وجمع التمويل لدعم جهود حماية الملقحات في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الحملة التي أعلن عنها في جناح الاستدامة بالمنطقة الخضراء بحضور معالي ريم الهاشمي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، تعد استمرارا لجهود مبادرة بي ذا تشينج التي أسستها شركة بانغايا لجمع الأفراد والشركات والمنظمات بهدف استقطاب أكثر من 2 مليار شخص وجمع 1 مليار دولار لدعم المشروعات التي تحافظ على النحل وتعزز التنوع البيولوجي. هذه المبادرة مبادرة التريليونية لحماية النحل، هدفها من دولة الإمارات الحفاظ على النحل ومشاركتنا في هذه المبادرة التي سوف تحقق أهداف كبيرة. ليس نحن الوحيدين في المشاركين ومؤسسين لهذه المبادرة، بل كما استمعنا اليوم للمحاضرين شركات إماراتية، مطارات دبي، شركة وان هايف، هذه كلها مؤسسات شاركت في دعم هذه المبادرة التي انطلقت اليوم ونعلنها من كوب 28 في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومشاريع تربية النحل وإنتاج العسل في اليمن تآكلت كثيرا بسبب تغير المناخ. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حذرت من تراجع إنتاج العسل اليمني بعد تآكل غابات السدر وموت أعداد كبيرة من النحل. التفاصيل مع حسام ردمان من عدن. مع كل نهار يخرج نصر من بيته مكتفيا آثار رزقه الآخذ بالتلاشي. في الأطراف الغربية لمحافظة عدن يقع منحله المتواضع الذي بناه قبل سنوات إلى جوار مراعي أشجار السمر. حينها لم يكن المشهد البيئي على هذا النحو، إذ لطالما عرفت هذه المناطق بغزارة غطائها النباتي، ما شجع نصر على امتهان تربية النحل، ولم يكن يعلم أنه سيكابد مشاق مهنته كي يتحصل بالكاد على قوت يومه. والله سبب تغيير المناخ انه بيموت، والدنيا جحر، ما فيش مطار، ما فيش يعني مرعى النحل، والدنيا ما فيش دخل، ما كنا ناكل ونشرب من هذا النحل. يبدو الوضع اقل سوءا في ريف محافظة ابين. يقوم العم سالم باشعال النباتات كي يستخدم الدخان بديلا عن البزة الواقية. هذه التقنية التراثية تحمي أصحابها بكفاءة عجيبة، لكنها لا تقي المصورين من لسعة النحل. استمرار الطابع البدائي في تربية النحل وإنتاج العسل يمثل هو الآخر تحديا مستعصيا. بلاء أسعار الخلايا لانجستروث الحديثة، هذه الخلايا أسعارها عندنا يصل سعر الخلية إلى 25,000 ريال يمني، ولا يستطيع النحال شراءها. نلقى إلى استخدام هذه الصناديق التي هي غير صالحة لتربية النحل. تراجع إنتاج العسل من 5,000 طن عام 2012 بإيرادات سنوية بلغت 16 مليون دولار إلى 1,500 طن بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022، ما دفع المنظمة إلى المطالبة بتعزيز تمويل التكيف مع تغير المناخ في اليمن وتحسين أنظمة الإنتاج. ومع ذلك يتمسك النحالون على نحو وجودي بمهنتهم، ويجادلون بأن عصر العسل اليمني لم يبلغ مرحلة الأفول. تاريخياً وصفت اليمن بأنها البلاد السعيدة وأنها موطن العسل الأجود عالميا، ومنذ وقت طويل نست البلاد صفة سعادتها
وهي اليوم تبدو مهددة بفقدان عسلها نتيجة التغيرات البيئية التي زادت من تداعياتها ظروف الصراع. حسام ردمان، تلفزيون دبي، عدن. وصلنا إلى نهاية برنامج رسالة كوب 28 لهذا اليوم، شكرا للمتابعة، نلتقي في الغد.